أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. الواقع أن للإنسان شخصيتان، شخصية مادية وشخصية روحية، والمقصود من الشخصية المادية هي الشخصية المكونة من اللحم والعظم والدم وما إلى ذلك، والمقصود من الشخصية الروحية ما تحمله تلك الروح من وعي وفكر وعقيدة واتصال معين، أو بعبارة أخرى نستطيع أن نقول أن الشخصية المادية أو الجسمانية، ولهذا يقول بعض العلماء أن للإنسان بعد جسماني وبعد روحي، والمقصود من البعد الجسماني يعني المتصل بالأبوين الجسمانيين، الأب الأم الجسمانيين الذي منهما تولد هذا الإنسان. والمقصود بالشخصية الروحية أو البعد الروحي هو المتصل بالأبوين الروحيين، أعني بهما النبي صلى الله عليه وآله والإمام علي بن أبي طالب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. إذا هناك أبوة جسمانية، أبوة روحية، هناك أخوة أرحام جسمانيين ولهم حقوق وتجب صلتهم، وهناك أيضا أخوة وأرحام روحيين أيضا لهم حقوق وتجب صلتهم. فلنتحدث أولا عن الأخوة وعن الأرحام الجسمانيين، يعني عم خال ابن عم ابن خالة كذا ابن عمة وهكذا. هذول لهم حقوق، وحق هؤلاء صلتهم، والصلة أيضا كما يعلم الجميع هي على قسمين: أكو صلة مادية وأكو صلة معنوية. والمقصود بالصلة المادية هي بذل المال تجاه هذا الرحم، والمراد بالصلة المعنوية كل ما يؤدي إلى التحابب والتآزر وما إلى ذلك. ولهذا لو رجعنا إلى روايات أهل البيت لوجدنا شريحتين من الأحاديث. التفتوا معي جيدا، نرى في بعض الأحاديث الواردة عن أهل البيت: صلوا أرحامكم ولو بشق تمرة، صلوا أرحامكم ولو بشق تمرة. في بعض الروايات:
صلوا أرحامكم ولو بشربة ماء. هذا يدل على أي نوع من الصلة؟ الصلة المادية. وهناك روايات أخرى، يعني ممكن يجي واحد يقول إن أنا ما نحتاج إلى الصلة المادية لأن أنا ما عندي أرحام يحتاجون، أو لا أنا ما عندي أقدم خلاص سقط عني التكليف. تقول لا، أكو عندك الصلة المعنوية، وهذه ما أشار إليها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما قال صلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني كل ما يؤدي إلى التحابب والتآزر والتعاطف من زيارة من عيادة من الأنس بأنس الحزن بحزن مشاطرة في أفراحة مشاطرة في أفراحة، كل هذه يمكن أن نعبر عنها لأنها صلة معنوية. إذا أحبائي لصلة الأرحام الجسمانيين أهمية كبرى وأثر بالغ في سعادة الفرد، سعادة الأسرة، نجاح المجتمع. ولهذا ورد عن النبي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد أعجل الخير ثوابا صلة الرحم، وأسرع الشر عقابا البغير. يعني ما أكو شيء يتحصل الإنسان على ثوابه عاجلا في الدنيا أعجل من ثواب صلة الرحم. وترى يا أحبائي صلة الأرحام من أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة. اسمعوا ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اسمعوا ما يقول. يقول ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ بلى يا رسول الله. قال من عفا عمن ظلم، أو وصل من قطع، ويبقي من حرم. فشاهد في قول أو وصل من قطع، أي صلة الرحم، حتى هذا القاطع، هذا القاطع لأن البعض شنو؟ يعني ممكن يجي واحد يقول ليش النبي قال أو وصل من قطع؟ كأنما النبي يريد أن ينبه على ظاهرة متفشية في كثير من أوساطنا الاجتماعية اليوم. أنت تصلني أنا أصلك، أنت تزورني أنا أزورك، أنت تعودني في مرضي أنا أعودك في مرضك، أنت تأتي تعزيتي أنا أتي تعزيتك. هذا موجود ناس هالشكل ولا؟ النبي يريد صلى الله عليه وآله يريد يبين لنا شيء، إن مسألة الصلاة مو مكافات مو مجازات، وإنما الصلة شنو؟ لابد يكون قاصد فيها التقرب إلى الله، لأن هذا رحم من أرحامي وأنا أصله، مو لأنه جاءني بهدية أنا أروح أودي هذه. ولهذا لاحظوا في الكتاب جامع الأخبار، ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل من الذي إذا قطعت رحمه ووصلها، هذا الواصل الحقيقي. أما إذا أنت توصل هذا الرحم لأنه وصلك، ورفوع شرح على حتى تعبير بعضهم إلى يشرح علينا حج فلان ما زرناه، لا يشرح علينا اللي نعمنا، يعني انت رايح ترفع الشرح فقط، لا، لازم تقصد به التقرب الى الله، التقرب الى المخلوقين باظهار الطاعه وطلب المنزله. اذا لابد تكون الصله لوجه الله. ولهذا بعض الاحيان انت تشوف واحد مؤمن يمشي وياه في المستشفى، يقول له فلان دعنا نذهب لعيادة هذا المريض الفلاني من القرية أيضا، لا 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 أنا ما أروح ما أروح، ليش ما تروح؟ قال أنا بعد أروح مريض ومرقد هو ما جاء،
هذا بعض الوضع. عجيب. حجي فلان هذا عنده فاتحة، أبوه متوفى، دعنا نذهب لنقدم له العزاء. يجيبكم في البساطة، هذا أنا أبوي متوفى وما جو ما جو أنا بعد ما أروح. ليش؟ قال لا شوف أحسن مني. لا مو أحسن منك، صير أنت أحسن منك. المشكلة عشنا لا، المشكلة كل شيء مقابات وإنجازات. ولهذا ممكن بعض النساء، بعض النساء في مقام الهدايا اللي يصير التواصل بين بعض النساء، تفترض هاي جايبة مولود وصديقتها هم بعد قبل كم يوم بعد جابت مولود، هاي جابت لها هدية تفترض 10 دنانير، هاي بعد لازم شو تسوي؟ ها؟ ترد عليها بعد، تودي لها بعد 20. زين المولود الثاني، هاي الأولى ما جابت لها شيء، المولود الثاني مالك بعد ما تودي لها. ليش حجية؟ قالت والله مولود رقم واحد جابت هدية وأنا جبته وديته. أما هذا المولود الثاني هي ما جابت، هي ما جت، هي ما كذا. زين ممكن ما درت، ممكن تحمليها شوية على محمل 70 محمل. وين؟ لا لا لا، هي ما جت يا لبعض ما إن شاء الله، بس الأصوات ما يسمعون إلا بعد المغرب. زين نقول لازم يا اخوان يا اخوات لازم يكون شنو؟ يكون الهدف من هذا كله ويش؟ التقرب الى الله، مو التقرب الى هديه تكون بقصد التقرب، بقصد الحصول على الثواب والاجر وتاكيد على عمل مستحب. المهم ترى احبائي لصلة الأرحام آثار إيجابية متعددة وكثيرة، ترى حتى في نماء الرزق، حتى في طول العمر. اسمعوا ما يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول: من يضمن لي خصلة واحدة أضمن له 4، من يضمن لي صلة الرحم أضمن له بحب أهله بعد، وبكثرة ماله بعد، وبطول عمره، وبدخول جنة ربه. هاي ضمان من من؟ من الرجل الذي لا ينطق عن الهوى. وإذا مع الأسف، مع الأسف هاي آثار إيجابية، يزيد لك في الرزق، يضل لك في العمر. قد يقول واحد إذا حنوصل ما أشوف زايد رزقنا، يقول له حجي أولا وصلت رحمتي بعيني يعني. ولهذا الشهيد يستغيث رحمة الله عليه، يقول بعض الأشخاص قد يصل أموال رحمه، جاء رحمه، ولهذا ممكن عند ابن عمه قريب جدا جاء البيت للبيت ما يدري عنه، لكن نشوفه يجي حسينية ويقول والله احنا جايين الحين طالعين هلقة كيلو متر رايحين لحج فلان، نسينا نوصل رحمنا، رحنا الى هناك هلقة كيلو متر. يجي طالع الا ذات الرحم شنو؟ ذاك عنده منصب سياسي او منصب اجتماعي او منصب اقتصادي. لهذا الشهيد الصغير يقول هذا يصل اموال رحمه، مو يصل راحله. وين يكون عندك جارك البيت بالبيت ما قاعد ما تقول عنه ما شنو؟ على كل حال ترى احبائي طبيعه الرحم ذلك من الذنوب الكبيره اللي يستحق صاحبها الدخول في نار جهنم. اسمعوا الامام زين العابدين يقول: لا تصحبن قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواضع. ومن جملة المواضع الآية المفتتحة: فهل عسيتم لما الإنجيل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصر. يعني هل يرضى الإنسان
أن يشمله هذا اللعن. شلون يشمله؟ لأن قاطع رحمه. طبعا كلا ثم كلا، ما حد يرضى. نقول إذا أنت لا ترضى، إذا ليش على أبسط الأمور ممكن خلاف؟ والله شيء طفل هذا الأخ مع طفل هذا الأخ صار بينهم سوء تفاهم، اتدخلت الأمهات صار بينهم سوء تفاهم، اتدخلوا الأخوين أيضا اتدخلا، فقطع كل واحد منهما الآخر بالسنة والسنة. يا أخي طفلين ثواني مو دقيقة، ثواني ويرجعون لبعض. خلاص بعد زوجة أخي تضغط على زوجتي، قالوا نسوان بينهم يسعى في صلح بينهم، مو انك انت خلاص وتقطع حتى اخاك، شنو ايش المشكلة؟ او لا على مشكلة ابسط من البسيطة، مشكلة قضية ارث تركة بيت ما يسوى شيء، بس هذا اخوي ياخذ هالزاوية هاي اللي على الشارع وانا اصير هي هاي الجهة، والله ما اشوفه، والله ما اكلنا، والله 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 تعال، ويبقى له بالسنة والسنتين مشكلة ويا هذا الاخ او هذا العم او هذا الخالق على حاجة بسيطة ما تسوى ليها شيء. زين لين مات، لين مات بعضهم يجي يصف يصف روحه في الحسينية علشان يعزونا. حجي ديك الايام يوم بحاجة لك وينك؟ الحين جاي صاف نفسك؟ او يجي تشوفه يبكي ذاك الوقت ومنتف روحه وكذا الان تبكي عليه؟ وقت اللي كان بحاجة إليك أنت ما فكرت، الآن لازم الواحد ترى يفكر، ليس هالحركات هذه ترى ذنوب كبيرة يستحق الدخول، صاحبها الدخول في نار جهنم يشمله اللاعن. لكن مع الأسف البعض عند هاي الأمور عادية، فإذا هذا كما أقول أن إحنا في البداية قلت ماذا؟ أن أكو عدلة أخوة وأرحام جسمانيين وهم المتصلين بالأبوين الجسمانيين من أب أم، وعدنا أيضا أخوة روحية وهي متمثلة في طائفتين، الأخوة الروحية متمثلة في طائفتين، الأخوة الروحية اللي هي متصلة بمن؟ بالأبوين الروحيين، وهما كما قدم النبي محمد صلى الله عليه وآله والإمام علي بن أبي طالب، أنا وعلي أبوا هذه الأمة. زين هذا يتمثل في وين؟ هاي الأخوة وهاي الأرحام الروحيين يتمثلوا في طائفتين، الطائفة الأولى هم السادة من آل النبي محمد والطائفة الثانية هم المؤمنون الشيعة، المؤمنون الشيعة وهم ما أشارت إليهم الآية التي تلوناها في بداية الحديث، حيث قلنا أن الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون أخوة، فإذا هذول الأخوة المؤمن، لأن هذا مؤمن اللي هو لأنه يشترك مع في أبوة جني روحية، يشترك معك في وين؟ في صلتك بالنبي صلى الله عليه وآله وعلي لأنهما أبوا هذه الأمة. زين هذول أيضا ترى لهم حقوق، هذول أيضا لهم حقوق وتجب صلتهم، ولهذا لو خرجنا الآية مرة ثانية وثالثة وعاشرة لوجدنا
كيف أن الله سبحانه وتعالى حصر المؤمنين بالمتعافين، فقال ماذا؟ إنما المؤمنون إخوة. زين. إنما هذه لو رجعنا إلى النحويين يقول ماذا؟ هاي سمونها حرف حصر، يعني العرب والبلغاء إذا أرادوا أن يحصروا شيئا. رحم الله من ذكر قائما آل بيت محمد فقال حيا صلى الله على محمد شوية. لما الانجي نقول العرب والبلغاء اذا ارادوا ان يحصلوا صفة معينة جاءوا باحد حروف الحصر، يريدوا يحصلونها في هذا. فهنا نجد انما المؤمنون اخوة، يعني ان المؤمنين لا يكونوا الا اخوانا متحابين يؤازر بعضهم بعضا ويعارض احدهم الاخر. ليش؟ لان الايمان هو رابطه قويه، الايمان هو شعور مشترك، الايمان يجمع بين القلوب، الايمان يقرب بين القلوب. ولهذا بعض العلماء يمثل فيقول مثل الايمان كمثل السيال الكهربائي أو الخطوط المغناطيسية التي تؤثر في الكون فتجذب ما يناسبها وإن بعد التشبيه. يا أخي هذا لما تشوف هذا مؤمن 100% أو هذا مؤمن 100% ترى يكون بينهما ماذا؟ تجاذب، تقارب. زين. اما لما يكون هذا مؤمن وذاك فاسق يكون بينهما المفروض شنو؟ تباعد. زين. اذا ولهذا كان يقاس ايمان المرء بحبه لعلي بن ابي طالب، لان الامام علي بن ابي طالب هو ايمانه كله كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي قلب كل مؤمن شنو؟ شعاع من ذلك الإيمان بدرجة حبه لعلي بن أبي طالب، بشرط أن لا يصل إلى حد الغلو والتأليه، فبعد أن يكون مجمل يصبح سالبا، لأن النبي قال يا علي هلك فيك اثنان محب غال وعدو قال. شاهدي أن هذا التجاذب هذا التحابب من آثار الإيمان الحقيقي، فكلما زاد إيمان الإنسان كانت له أخوة أكثر فأكثر فأكثر. أيضا وفقا لنظرية هذا المعنى لهذه النظرية نجد أن النبي محمد صلى الله عليه وآله اختار الإمام علي بن أبي طالب أخا له، فأخى بين المهاجرين أخى بين المهاجرين والأنصار. ولهذا لاحظوا الإمام علي بن أبي طالب يقول أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر. المهم أعزائي ترى مسألة الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن شنو؟ ودا. هذا إذا أنت مؤمن وعندك عمل صالح ترى يكون بينك وبين الطرف الآخر أيضا عمل، أي يكون تجاذب، يكون ود، يكون حب. ولهذا أنت بعض الأحيان بتشوف نفسك تدخل قرية أول مرة ممكن تدخلها، لكن تشوف واحد أنت من شد لك كثير. زين. ليش؟ ترى هذا شعاع الإيمان، رابط الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها شنو؟ اختلف. إذا هذا جندي مسلم ممكن يدافع عن جندي كافر، يتقارب ويا كافر ويا اسرائيلي ويا امريكي، اذا انت مسلم اي واحد
إذا حالك أشوفك أنا أنت ويا واحد كافر ويا إسرائيل وقاعد تتعاون على المسلمين، هذا دليل على أنك شنو؟ تتعاون ضد المسلمين. يعني شنو؟ يعني أنت تتآلف ويا الكافر ضد المسلمين، إذا أنت مثل الكافر. فلهذا يقول ما الأرواح جرود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فإذا أحبائي مسألة الأبوة الإيمانية المتصلة بالأبوة الروحية هذه نعمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته شنو؟ إخوان هاي النعمة نعمة شنو؟ الإسلام. زين إذن لما نقول أن نعمة الإسلام تؤثر لنا بهذا المستوى، المهم الأخوة ترى أخ له حق على أخيه، الرحم حتى لو كان هذا يعني هذه نوع من الصلة، نوع من الحقوق المحددة. ولهذا أقرأ لكم هاي الرواية إنما المؤمنون إخوة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو سهر له الآخرون. شلون؟ إنما المؤمنون إخوة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو سهر له الآخرون. إي نعم، يعني الآن افرض، شوف هذا التمثيل اللطيف جدا، لما الواحد عنده إصابة في عينه، مرض في عينه، تشوف اليد سائرة ولا الرجل سائرة ولا جميع، مو بس الأعضاء، جوارحه كلها تكون ماذا؟ سائرة، لأن هذا الإنسان، لأن هذا العضو، لأن جسد واحد إذا اشتكى منه عضو سهر له الآخر. يريد من الإسلام يكون هكذا، واحد في القرية بحاجة إلى إغاثة إلى كذا، نقعد إحنا كل واحد يقول والله أنا ما يخصني وفلان وفلان نسيبه وفلان قريب، لا، وين تحذيركم عن تكافلكم الاجتماعي؟ المفروض الانسان يحاسب نفسه يقول وين دعم، وين احساسي بالتكافل الاجتماعي مطلوب بي؟ الروايه الاخرى تقول المؤمن اخو المؤمن اذا اصاب احدهم غرق سهر له الاخرون، بهذا المعنى إذا أصاب أحدهما غرق سهر له الآخرون. أما لما كل واحد أنا ما يخصني من الثاني، وأن أنا شوي إيش علي منكم، أنا وإيش علي منكم، أنا الحمد لله أولادي كلهم يشتغلون وأنا أشتغل وعساكم كلكم ما تشتغلون وإيش يخصني، هذا عنده إحساس، هذا قاعد يحسس ألم الآخرين. لما نقرأ في بعض الروايات أن الإنسان لا يأنس وله جار جائع، وإذا إحنا كل واحد لا لا بس خلاص أنا ولدي هدوه وما يخصني غيري. حبيبي هذول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، أنت واجب ترفع الظلم وتسعى في رفع الظلم، إلا أنا ما يخصني، شو ما يخصني؟ وين روحية الإيمان؟ وين روحية؟ على كل حال لابد يكون هناك حالة من الأبوة الإيمانية الحقيقية، وقد نحتاج إلى حتى البذل من أجل هذه الأبوة ومن أجل التكافل الأخوي والتضحية من أجل الأبوة الإيمانية. لاحظ إلى إيمانك أمير المؤمنين، كيف بات على فراش النبي ووقاه شر الأعداء وقال وقيت بنفسي خير من وطأ الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر رسول إله خاف أن ينقل به فنجاه من طول الإله من المكر ومنت أراهم وما يهددونني فقد وقدت نفسي على القتل والأسر أردت به نصر الإله تبتلا وأضمرته حتى هو السد في قبري. هذا أمير المؤمنين،
قد يقول لي واحد من الشباب او واحد من الاخوة يقول زين هذا امام، اقول لي يا اخي يقول لي مأموم، ايش قاعدين نسوي؟ صحيح امام، واحنا ليش نذكر خصاله وصفاته؟ ليش؟ غير علشان نسلط الانوار ونقتدي به ونسير على نهجه. هذا امام زين، تعال معي، العباس مو امام، العباس مو امام، لكن تعال شوف شلون حقق حقيقة الأخوة وجسدها عمليا لا نظريا فقط. وهذا شوف شلون أخذ يخدم الإمام الحسين حتى وهو بعد طفل صغير، وجسد حقيقة الإيمان الراسخ بإمامة الإمام الحسين في نفسه. ولهذا يقولون يوم من الأيام الإمام علي بن أبي طالب كان جالس ويا الإمام الحسين والعباس، كان طفل صغير. المهم الإمام الحسين أراد الماء فقام قنبر ليأتي الإمام الحسين بالماء. هان العباس طفل صغير حتى أنهم يعبروا عنه بأنه قام يركض إلى أمه. أمه إن أخي الحسين يريد الماء، وقد بادر قنبر ليحضر الماء لأخي الحسين، ولكن أريد أنا أسبقه بالماء، أسبق قنبر. الله أكبر، ساقي عطاشا من نعومة أظفاره. يقولون قامت تلك المؤمنة وملأت له قدح ماء ووضعت على رأسه. طفل صغير وعلى رأسه إناء فيه ماء، وأقبل مسرع والماء يتناثر على كتفيه. أمير المؤمنين جالس يطالع العباس مقبل ويرى الماء يتناثر على كتفيه. يقولون تقاطرت دموع الإمام على خديه، ثم انتحب باكيا وقال إن يا عباس. اليوم تأتي بالماء ويتناثر الماء على كتفيك، وغدا تذهب لتأتي بالماء وترجع والماء عندك وتتناثر، يتناثر مخك على كتفيك وانت حباك. لهذا احنا نقول ان الامام، نقول ان العباس في الزياره يقول ماذا؟ ونعم الاخ المواسي لاخيه، المحامي، الناصر. وانت ترى ان العقل يقف اذا امعن في النظام العائلي لاسره ابي عبد الله. كانت ما تقدر طفلة تهتف بعطشها، لهذا ابتهجت غيرته السمحة بأن يتوصل لأخيه الحسين بالماء. ذلك متى؟ لما أن سمع الهاتف يهتف بالعطش، سمع الأطفال هذه تنادي وعطشة، وتلك تعلقت بأذيان زينب صارخة عما أتعطشانا. يقولون وإذا بالرباب أقبلت وبيدها عبد الله الرضيع، وقد دلع لسانه من شدة العطش. أقبلت الرباب إلى من؟ إلى زينب. زينب
خذوا طفلكم يموت عندكم عطشا. أخذت زينب ذاك الطفل قمته إليها ثم قبلته في فمه وإذا به دلع لسانه فلم تتمالك زينب من البكاء بل صرخت ونادت ومصيبتها. بعد ذلك جاءت زينب إلى وين؟ إلى ساقي عطاشا كربلاء إلى باب الحوائج. أبا الفاضل أبا الفاضل انظر إلى هذا الطفل كيف يتلوى عطشا. أخذه العباس ضمه إليه وإذا بذلك الطفل أخرج لسانه. عند ذلك العباس ناول زينب ذلك الطفل وأقبل إلى أخيه الحسين. أخ حسين أريد الذهاب لهؤلاء الكفرة. قال أخي عباس أنت كبش كتيبتي فإذا أنت قتلت آل أمرنا إلى الشتاء، عمارتنا تنبعث إلى الخراب لأنك عميد جيشي. أجابه أبو الفضل كيف تنفد أطفالنا عطشا ونحن في حال الحياة وقد تأطف للحرب مستعدا. عند ذلك قال له الحسين إذا كان لابد من ذلك فاطلب لهؤلاء الأطفال جرعة من الماء. عرف الإذن أبو الفضل العباس خرج من خيمة أخيه الحسين وإذا بسكينة واقف على باب الخيمة وبيده القربان وهي تنادي عبد عباس العطش قد قتلني. عند ذلك تناول القرب من يد سكينة ونزل إلى المعركة حاميا فرسه في الميدان يدخل في أوساطهم ويخرج من أعراضهم حتى نزل المشرعة وإذا به يجد الماء يجري كبطون الحية. عند ذلك وضع يده في الماء أحس ببرودة الماء غرف غرفة ثم رمى بها لو خاض الماء الجرعة
السلام انقض عليه الحسين وقف عليه قابض بيد على كريمته والأخرى على ظهره وهو يقول الآن ذكر Shalom.